كل شيء غيبدا السيمانه الثانيه ديال مارس 2020 في الوقيته الاولى ديال الحجر الصحي اللي كان في بروكسل. الشخصيه الرئيسيه ديال هذه القصه سميتو حميد، مغربي وعنده 34 عام و10 سنين هو ساكن في بلجيكا. حميد كان خدام في واحد لوزين ديال البنوات، جا في واحد البلاصه تعيطو لها كيفان برات، وكان تيبدا الخدمه ديالو مع 8 ونص الصباح وتيسالي كل نهار مع 3 ونص ديال العشيه. كان واحد السيد داخل سوق راسو، ما عندوش بزاف ديال الصحاب وماشي من النوع اللي تمشي للقهوه من بعد الخدمه، وكان عنده ديما نفس الروتين، عاد يدخل دارو تيسوق قهوه وتمشي يشربها في البالكون ديالو. الدار اللي كان ساكن فيها كان عنده واحد البالكون صغير ودايرين بيه الموبلات كاملين، موبلات كبار، لا فاساد اريير ديال الموبلات، دونك تيشوف شنو طاري في الشراجم، شنو طاري عند الناس كاملين. والدار اللي كان ساكن فيها ما كانش تدخل فيها الشمس بزاف، مع كاينين بزاف ديال الموبلات ما تيخليوش الشمس تدخل البالكون ديالو. والوقيته الوحيده اللي تضرب الشميشه في هذاك البالكون مع جويه 4:45، وهي الوقيته الوحيده اللي تاخذ فيها القهوه ديالو وتيبروفيتي فهاديك الشميشه. وكما تتعرفوا الجو ديال بروكسل ديما مقلوب، ديما كاينه الضبابه ما تدخلش بزاف ديال الشمس، ودوك بالنسبه ليه كانت فيما تضرب الشميشه في هذاك البالكون تيبروفيتي بالزربه فهاديك نص ساعه. هذاك حميد ما كانش مجوج، كان عايش بوحدو فهاديك الدار، وكانت عنده واحد صاحبته تجي عنده كل ويكاند، تجي من البعيد واحد المدينه سميتها لياش، تجي عنده الجمعه في العشيه وتدوز معاه الويكاند وتترجع للدار ديما نهار الحد، حيت لياش بعيده على بروكسل وخاصها تكون مع 8 الصباح في الخدمه ديالها. هذاك شهر مارس ديال 2020 بالضبط بروكسل كانت مشمشه على عويده كما قلت لكم، ديما فيها الضبابه، ودونك حميد ولا تيبروفيتي في لوكازيون، عاد يخرج من الخدمه ديالو تيه الجورنال ولا ماغازين وتيصوب شي قهوه وتيبروفيتي في هذيك السويعه في هذاك البالكون ديالو، وعاد تدوز هذيك السويعه ديال الشمس. حميد كيما عويده تيدخل تيستشرجم تيستر يدوات وتيطيب العشاء ديالو ويتفرج فيلم وتيمشي ناس، حتى ينوض كل نهار تيخدم بكري. هذاك البالكون الصغير ديال حميد كان قدامو واحد الموبل كبير غتكون فيه شي 15 ايطاج، ولاحظ واحد الحاجه في الايام الاخيره، فيما تيصوب قهوه وتيخرج للبالكون ديالو تتخرج واحد المراه كبيره فلاش، تكون عندها شي 85 عام ولا 90 عام، عاد تحط القهوه ديالو تحل الجورنال تسمع الشرجم ديالها تيتحل، وتتم خارجه بشويه هزه واحد الكرسي. كما تتعرفوا الناس الكبار خاصهم بزاف ديال الوقت على ما يحطوا الكرسي ويجلسوا، وتتبقى تشوف فيه، تيشوفها يوميا وما تيديهاش فيها، وتقرا الجورنال ديالو فيما تيهز عيني تلقاها تتفيكسي فيه، تتشوف فيه بواحد الطريقه غريبه، ودوك ما داهاش فيها، وكل نهار تيدخل في حالات الدار. واحد النهار يلاه غيخرج للبالكون ديالو، غتخرج حتى هي وغادي يهز يديه باش يسلم عليها، وبقات تشوف فيه ما سلمات عليه ما والو، وبورتو ما كانش بعيده عليه بزاف، غتكون شي 15 متر بين الموبلات بجوج، وهي ما يدير لها بيديه فحال هكايا تتشوف فيه يوميا يعني تتعرفو، وكما العاده بقات تشوف فيه ما تتهبطش عينها، وكمل القرايه ديال الجورنال ديالو ودخل في حالته. كما تتعرفوا في البدايه ديال الحجر الصحي مع الوباء، الدول كاملين ما كانوش فاهمين والو في هذاك الوباء، ودونك بلجيكا كان داير واحد الحجر الصحي ستريكت بزاف، حتى شي واحد ما يقدر يشوف شي واحد اخر الا كان من الفاميله ديالو. ودونك حميد كان تيعيط لهذيك صاحبته وتقولها تجي عنده لبروكسل وداكشي، ولكن ما بغاش تجي، خايفه يعطوها امون تاع 250 اورو وهو ما كانش يقدر يمشي عندها حيت كانت باقا ساكنه عند والديها. ودونك داز الوقت بزاف وديما تيعيط لها، وكان عارف بلا كاينين ناس اخرين تيتشافوا بعضياتهم، وهي ما بقاش باغا تجي عنده هذيك الساعه، قالت لي تم بعد الحجر. واحد النهار بقات تهضر معاه في التليفون بحال هكايا وما تفهموش، وبقاو تيتغابتوا وتناقروا كما اي واحد والصديقه ديالو. ودونك راك روش عليه وكان منيربي، هو يهز القهوه ديالو ويخرج لهذاك الباركون، يلا جالس يشرب القهوه ديالو ويشعل واحد الكارو ويخرج هذيك الشارفه عاوتاني بشويه على حاطه الكرسي، وبقى تيشوف فيها تتشوف فيها وتيشوف فيها واحد الساعه بالكعيا. وهاديك حميد ما كانش شي واحد خايب من الداخل ديالو، على هذاك النهار كان كاعي،
هو يوقف وبدا تيسب فيها، تيقول لها دخلي لدارك ما تتقولي لا سلام لا والو، اش تشوفي فيا؟ راك عارفين اي واحد يطرى لي هذا المشكل هذا غيتصرف نفس الطريقه. واحد ساعه غيشوف واحد اللعيبه عمره ما شافها في حياته، هذيك المره غتنوض من هذاك الكرسي بحال عندها 20 عام. خلينا ما داكشي ديال الشراف، نوقفات واحد الوقفه مستقيمه ويتغوت جوج مرات، قالت لي الديابلو الديابلو، كانت تهضر بواحد لاكسون اسبانيول، ودورت راسها وتحركات لابارتمون. ما بقاش هذاك المشوب شويه، تتمشي بحال شي دريه بقى صغيره. واحد شويه ويبان ليه الشرشم تسد بالزربه والريدوات تسدو. هذاك حميد كما قلت لكم كان ظريف بزاف، ديجا خلعات هذيك لا رياكسيون كيفاش تعاملات هذيك المراه، كيفاش نطت من هذاك الكرسي بالزربه بحال ترفعات بشي جن ولا شي حاجه، دو كيفاش دخلات. ويتم داخل بقى فيه الحال، قال ما كانش عليا نسبها. ودوز هذيك الليله كامله تفكر في هذا المشكل هذا، كان تفكر في الطريقه كيفاش سبها اكثر من الطريقه كيفاش ناضت. حميد نعس مأدب هذيك الليله، كان واحد الانسان مأدب بزاف، وكلهم صحابو تيقولوا فيه زوينه، وعمره ما كان عنده شي مشاكل مع شي ناس. ودونك بقى تفكر في الليل كامل بالطريقه كيفاش هضر مع هذيك المراه، وبقى فيه الحال بزاف. ملي يفيق الصباح يفيق معطل، ويمشي للخدمه بالزربه ويدوز النهار ديالو. واول حاجه دار نرجع من الخدمه مشى ديريكتوم مول هذاك البالكون، كان باغي يقول لهذيك المراه سمحي ليا، بقى فيه الحال بزاف. ومن هذاك النهار مابقاش خرجات، تيرجع كل نهار من الخدمه تيحل البالكون تيشرب القهوه ديالو، وديما الشرج مسدود والريدوات مسدودين. واحد النهار يسالي الخدمه ديالو مع 3:30 العشيه، ويدوز ديريكتوم مول واحد الباتيسري ويشري واحد لاطارت كبيره ويقول لهم انفولوبيوها ليا، وديريكتومون مشى للموب اللي كانت ساكنه في هذيك المراه. كان قال غيطلع عندها ويعطيها هذيك لاطارت ويقول لها سمحي لي على هذا الشيء اللي طرا بيناتنا. منين غيوصل غادي يبان ليه السوني ديال 15 ميتاج، كاينه ابارتمون وحده في هذيك الموبل، غيبقى السوني وما غيجاوبو حتى شي واحد. وقال في راسو بلي هذيك المراه غتكون كبيره على ما توقف من الكرسي ولا تكون في الناموسيه عاجي تحلي الباب. ودونك بقى واقف بزاف قدام هذاك الموبل، واحد شويه غتحل الباب ديال الموبل ويتم خارج واحد الراجل ها السيكان ديال الزبل، وفي التريكو ديالو كانت مكتوبه كونسيرجوري، كان هو الكونسيرج ديال الليمبل. غادي يسولو ديريكتومو على واحد المراه ساكنه في 15 ميتاج وما تتنزلش من دارها، وهداك الكونسيرج قال ليه ما عندنا حنا حتى شي مراه هنايا كبيره فلاش، و 15 ميتاج واحد لابارتمون ما ساكن فيها حتى شي واحد. قال لي ما يمكنش ما يكون ساكن فيها حتى شي واحد، يوميا تريح في البالكون ديالي واحد المرة تدخلش تما. قال لي انا خدام 15 عام في هاد الموبل هذا، ومتاكد بلي هاداك لابارتمون ما ساكن فيها حتى شي واحد هادي 10 سنين، كان ساكن فيها واحد الراجل عنده 60 ولا 65 عام، ومنين مات سدات هاداك لابارتمون مابقا ساكن فيها حتى شي واحد. هاداك الراجل ما كان عنده حتى شي واحد يورثو، ودونك الدولة خدات هاداك لابارتمون ولا كومين رجعاتها لوجمون سوسيال، يعني اللي تيسكن فيها تيخلص واحد الثمن بسيط في الكرا، وكانوا كراوها لواحد الفاميلات وما كاينش اللي طول فيهم الشهر، كانوا كراوها جوج مرات ملي مات هذاك السيد. كان واحد الكوبل عندهم دري صغير ريحوا 3 ايام فيها يلا سينو الكونترا، وهزوا رحيلهم مشاو في حالاتهم. ومن بعد شهر جات واحد الفاميله فيها 4 ديال الناس وتاهما ريحوا 15 يوم مشاو في حالاتهم، ومن تماك لا كومين مابقاش قادره تكريها حيت اي واحد تيجي ما تيفوتش السيمانه فيها، ودوك مسدوده هذه 10 سنين، دونك ما يمكنش تكون في ساكنه فيها شي مراه ولا ساكنه فيها شي واحد. غيبقى يشوف في هذاك حميد وما فهم حتى شي حاجه، بحال ضربو فشي تصرفيخه، وتم غادي بهذاك لاطارت في يديه ودخل الدار. ملي دخل هذاك حميد للدار كان وجهو صفر شبعان خلا وما فاهم والو في هاد لافير كامله، مشى ديريكتومون للبالكون وبقى تيشوف هذيك الدار ديالها تيتسنى تحل الشرجم ولا يبان ليه شي خيال دايز ولا شي حاجه، وكما العاده ما بان ليه والو، وبقى سامر على داك البالكون شي 4 ولا 5 ديال السوايع تطاح الظلمه مزيان. وني دخل ويدبر على واحد الكارطونه، كان عارف راسو غيمشي يخدم غد ليه في الصباح، وكان تيقول تقدر تخرج في النهاريه ولا دير شي حاجه اللي ما يكونش هو. هو يكتب في واحد الكارطونه كبيره جو سوي ديزولي، يعني سمحي لي، وخرجها في البالكون وحطها باش تشوفها هي من البعيد، وخلى البوله مشعوله قال تا خرجت بالليل غتشوفها من البعيد وتسمح لي. بقى حميد مرون مع هاد لافير هادي، واخا تيمشي يخدم وترجع للدار ما تيخدمش مزيان ما تينعش مزيان، عنده بزاف ديال التساؤلات تيقلب على الاجوبه ديالو. حميد كان عنده واحد صاحبو كان تيعاود ليه كلشي،
المشاكل ديالو ديال الخدمة، واش تجين بونا فاري جوج مع ديك القورية ولا يشوف شي وحدة من المغرب. دونك كان بيناتهم واحد العلاقة زوينة وما كانش باغي يعيط ليه، وسيرتو ما كانش باغي يعاود هاد الاستوارة هادي، غادي يشد فيه صاحبو ولا يصحابو تسطا ولا شي لعيبة بحال هكا. من بعد شي ربع ايام ولا خمس ايام حامد كسر عليه هذاك الشيء، وهز التليفون وعيط لصاحبو، ما كانش باغي يعاود ليه من الاول وقال ليه كل شيء. وكما تعرفوا انت يكون عندك شي صاحبك ما تياخذوش الامور سيريوزمون، قال لي خويا حامد خاص نقش شويه من الكمايه، راه هي اللي تدير هاد المشاكل هادو. هو يقول لي تعرفني مزيان الحشيش قطعته بشحال هادي تنك مع الكار، بقاو شادين الهضره مني منك. هو يقول لي صاحبو الا كان هذاك الشيء كذوب ولا حقيقه، النصيحه اللي نعطيك خاصك تنساه، دابا ما جا عندك حتى شي واحد، ما شفتيش هذيك المراه، عيش حياتك عاديه ونساها ويدوز النهار وتنسى هذاك الشيء كامل. المهم رموط عليه شويه المورال وصفري هذاك حميد نسى هذاك الموضوع، ولا مهتم بالخدمه ديالو تيشرب قهوه ما تيهش كاع راسو في هذاك البالكون. داس واحد جوج سيمانات والحياه العاديه ديال حميد رجعات كما كانت. واحد النهار يخرج من الخدمه ديالو كما العاده مع 3 ونص العشيه، وكان تيشد الترام باش يمشي للدار. هايكل في الترام كان خاوي بزاف، دونك كاين البلايص وياخذ واحد البلاصه بوحدو. نايوصل الترام ستاسيون الجايه طلع واحد البنت وتكوز قدامه، واخا كاينين البلايص كاملين في الترام. البنت كانت عندها شي 26 عام حتى 28 عام، وكان زوينه بزاف، وكان دايره لي زيكوتور وتتلعب بالتليفون ديالها. دونك كل شويه تتهز عينيها تشوف فيه وتشوف فيها. واحد الساعه يطيح لها التليفون من يديها، وغادي تحنا باش يهزو يعطيه ليها، هاي هز راسو لقاو وجهها حدا وجهو، وهي تقول لي الديابلو الديابلو جوج مرات، والصوت ديالها كان بحال الصوت ديال الشارفه، ما غادي يفهم والو. ويقول لها علاش قلتي لي الديابلو؟ وهذيك البنت فحال لها الضربه الفايخه، قالت لي ما قلت لك لا الديابلو لا والو، شكرا بزاف على التليفون. وشويه ويقول لها يلا قلتي لي الديابلو دابا ما فهمتش علاش قلتيها ليا. وهي توقف قالت لي شوف لك كنتي باغي دراغي شي بنت خاصك دراغيها بشي طريقه اخرى، هذه ماشي طريقه مناسبه. ونزلت في الستاسيون اللي من بعدها، هو يدخل دارو مصطوم بحال مضروب تصرفيقه عاوتاني. حميد ما كانش يشرب، ولكن كان ديما عنده قراعي ديال الويسكي. ملي كانت تجي عنده صاحبته ولا شي ضيف ولا شي حاجه تيكب ليه كاس وقطع الشراب شحال هادي، غادي يهز واحد القرعه ديال البلاك ويحلها وينزل على هذيك الليله كامله باش ينعس وينسى هاد لافير. غادي ينوض حميد مشقوق بهاديك قلعه الويسكي اللي شرب البارح، وقال فراسو اوموان نعس ليله كامله وما فكرش في هاد المشكل. هو يقول عندي جوج حوايج، يا انا تسطيت يا فهاد لافير هادي كاين شي حاجه ماشي هي هادي، وخاصني نتاكد من الحاجه الاولى. هو يحل البيسي ديالو وبدا تيقلب على شي سونتر بسيكولوجيك كاين في لا كومين ديالو. هنا في بلجيكا كاين كل كومين عندها سونتر بسيكولوجيك تيكون الثمن ديالو رخيص بارابور لا مشيتي عند بسيكولوج بريفي. غادي يلقى واحد السونتر قريب ليه بشي 1 كيلومتر وغادي يعيط لهم. غادي تجاوب واحد السكرتيره قال لها بغيت ناخذ رونديفو مع بسيكولوج، قالت لي هاد الساعه مع الحجر الصحي وهاد الوباء لي بسيكولوج ما تيديروش لي كونسلطاسيون في لي كابيني ديالهم، كلشي سوفي باغ تيليفون. قالت لي الا بغيتي انت تعيط ليه ولا بغيتي حنا نعيطو لك مع 4 ديال العشيه وخاصك تكون ديسپونيبل. هو يقول لي عطيني النمره ديالو انا عيط ليه انا اليوم مع 4 ديال العشيه. بقى حميد تيدور فحال شي مسطي في الدار ديالو على ما يجي الوقيته ديال الرونديفو، كل شويه تيخرج للبالكون وتيبقى يشوف هذاك الشرجم ديال هذيك المراه وتيدخل لدارو. هذاك النهار ما مشاش للخدمه، قال لهم بلا مريض ويصيفط لهم سيرتيفيكا ميديكال ديال سيمانه. ملي جات الوقيته غيعيط لهذاك بسيكاتر، ما يكونش بيناتهم واحد الحوار. هذاك بسيكاتر كان تيتسنت ليه تيسمع وي توتافي داكور، وعاود ليه القصه ديالو كامله. ملي سالا يقول لي هذاك البسيكاتر قبل ما نعرفوا واش هادشي تتوهمو ولا ديال بصح ولا نديرو كاع واحد البروفيل بسيكولوجيك، بغيت نسولك على هاد ليستوار هادي، واش انت متاكد منها؟ واش مشيتي مره ثانيه عند هذيك المراه وسولتي عليها؟ ما تعرف يكون عندها شي ولاد جاو داوها من تماك، داكشي علاش ما تشوفهاش انت في الشرجم ديالك؟ قال لي والحاجه الثانيه، قلتي لي ساكن في دارك بشحال هادي، كيفاش واحد خدام 15 عام في هذاك الموبيل كونسيرج وعمرك ما تلاقيتي معاه وعمره ما شافك وعمرك ما شفتيه وبعد على بعضياتكم 15 متر؟ قال لي تنصحك تمشي دير واحد لونكيت ديالك وعاد نبداو البروفيل بسيكولوجيك ديالك ديال بصح. خاص اول حاجه تقنع راسك بلي هاد القصه حقيقيه، عاد تقنعني انا كمثال. ومن هنا اليومين عيط لي في نفس النمره
باش تلا بدينا الاناليز ديالنا نبداو على شي حوايج حقيقيين ما فيهمش ذره ديال الشك.